بالنسبه لهذه المنطقه هذه اللي كنتواجدوا فيها دابا اللي هي عين القصب بالضبط بالشلالات، فهذه في واحد التاريخ انه كانت منطقه سياحيه بامتياز، كان كيتوافدوا عليها عدد ديال الزوار كثار، كان الاقبال عليها كثير، ولكن للاسف الشديد بالتوالي ديال سنوات الجفاف وداكشي وقله التساقطات وهذا الواد هذا ديال عين القصب ما بقاتش فيه المياه كاع نهائيا. هذا هو اللي تسبب في واحد التراجع بالنسبه للناس اللي كانوا كيزوروا المنطقه وكيجيو لنا كيديروا خرجات بالوليدات ديالهم وداكشي. هذا هو الاشكال دابا اللي عندنا هنا وكنعانيو منه وكتعاني منه الساكنه، بالرغم من ان كاين واحد شويه ديال الاجتهاد ديال ولاد المنطقه، ولكن اللي ضعف الامكانيات والاسباب العائليه ديالهم والشخصيه والماديه، فداك الشيء اللي كيجتهدوا هاد الناس هادو فهو شي حاجه بسيطه، ما يمكنش انهم غيديروا شي حاجه اللي غادا تجلب الزوار من مناطق اخرين ولا دي سيت اللي غيكون فيهم الاشهار ولا هذا. هذا هو السبب اللي خلى هاد المنطقه هذه ما يبقاوش فيها دوك الزوار اللي كانوا في السنوات الاولى. حنا النواقص اللي كتكون في هاد في هاد في هاد عين القصب هي بغينا عين القصب تكون 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 واحد 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 مشهد اللي هو يجيو عندنا السواح ويلقاو مع سميتو محاط فين يدخلوا فين يلقاو الماء قهيوه في كاينه يجلسوا الناس يرتاحوا يجبروا فين يجلسوا فين يدوروا فين داكشي. هادشي اللي كنتمناو بالنسبه للوقت ديال اللي كان وقت مده هاد السنوات اللي كانت كان الماء موجود، كان كيجيو الناس كيتصوروا كيكونوا الخيل كيكونوا داكشي ديال كنديروا داكشي ديال الخيل كنديروا داكشي الكوارو الدراري الناس كيركبوا كيمشيو كيعجبهم داك الجو، الناس كيجيو كيديروا داكشي ديال المسمن داكشي ديال البيض داكشي ديال الحليب، كيكون وقت ديال الحليب ديال البن داكشي هادشي اللي كيعجبهم جو السواح باش كيجيو لهاد المدينه فاس تيمان وكيجيو غادي على القصب. ما كرهناش ان يكون واحد البديل، لان ملي مشى الماء وداكشي ما بقاوش زوار، باش ترجع للمنطقه الوقت اللي كانت فيه وبقى الاقبال عليها ما كرهناش ان تكون فيها واحد اصلاحات جذريه، يكونوا فيها بعد اولا تسهيل ديال الولوج للشلالات لتحت، خاصنا لاكسي بعد اولا باش نوصلوا. اللي ما عنده شيء الصحه وداك الشيء راه صعيب عليه باش يهبط الشلال، ولكن اللي باقي صحيح الحمد لله راه كيهبط الشلال. خاصهم يديروا مسالك، ضروري خاصهم يديروا مسالك، راه بالنسبه لواحد المسلك راه كان هنايا كنا جايين وشفناه، راه السيد مول المحل ديالو راه دار دريجات كيطلعوا الناس وكيجيو، هذاك المسلك يدار بحال مهكوك ويطلع، ما مجموع فردي هذاك الدار سميتو تماك. انا كنتمنى نشوف جميع التزيزات فيها، نشوف مسالك، نشوف طرق، نشوف بزاف د الحوايج وكنفرح. بالنسبه لهاد الشلالات هذه راه هي المتنفس الوحيد وهي البلاصه المكسب ديال الرزق ديال هاد الساكنه هادو ديال هاد الشباب هنا، هما اللي كيخدموا فيها وكيديروا مشاريع ديالهم صغيره على قد الحال، ولكن مؤخرا ولاد المنطقه راهم كيعانيوا من هاد الاشكال ديال العمل ما كاينش وهذا، وخاصنا البديل كما قلنا، خاصنا ضروري انه شي حاجه اللي غادا تعوض لنا هاد القله ديال المياه. مادا كون دارت واحد الاصلاحات الجذريه كما قلنا وداروا طبيلات وداروا مراكز الايواء ديال هاد الناس هادو راه غيكون من الافضل. كما تشوف المنطقه كانت من بين المناطق السياحيه المهمه في جامعه عين تيسا، كان كيتوافد لها واحد العدد كبير ديال الزوار للمنطقه وبالطبيعه ديالها الخلابه وداك الشيء، ولكن كاين عوامل طبيعيه اللي ما كنقدروش ندخلوا فيها حنا، الجفاف كما شفتوا، نظره المياه، الصيف. بالنسبه لحنا كجماعه قمنا بجميع الواجبات بتوفير جميع حاجيات الساكن بالماء الكهرباء الطرق زعما النقل المدرسي الاسعاف جميع الاحتياجات الساكنه، فان شاء الله في المستقبل حنا في واحد الدراسه اللي غنشوفوا الاحتياجات ديال هذيك المنطقه شنو خصها. بالنسبه للبنيه التحتيه ديال السياحه ما كاين خصائص فعلا، كاين خصائص، ما كاينش فنادق، ما كاينش دور الضيافه، ما كاين حنا المكتب ديال السيد الرئيس مفتوح للجماعه باش ان شاء الله اللي بغى يستثمر تما واللي بغى يدير شي حاجه حنا مستعدين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.